يزداد التقارب بين كوريا الشمالية وروسيا وسط مخاوف من انعكاسات هذا التقارب على الحرب في أوكرانيا، بينما كشف تقرير لفاينانشال تايمز أن دعم بيونغ يانغ انقلب على موسكو. يبدو أن السحر ينقلب على الساحر، هكذا ترى فاينانشال تايمز المشهد في أوكرانيا مع استعمال كييف أسلحة كورية شمالية ضد قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الصحيفة ذكرت أن جنوداً أوكرانيين استخدموا صواريخ كورية شمالية قالوا إن دولة صديقة استولت عليها من سفينة ثم سلمتها لأوكرانيا، فيما أوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الأسلحة تم الاستيلاء عليها من الروس. وذكرت الصحيفة أن مراسلها شاهد شخصياً الذخيرة تلك في إحدى الوحدات المدفعية التابعة للقوات الأوكرانية المتواجدة على خط المواجهة. ووفق فاينانشال تايمز فإنه يمكن مشاهدة الذخيرة المصنوعة في كوريا الشمالية في الصور التي التقطها الصحفيون في يونيو من مواقع القوات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا. وذكرت الصحيفة بتصريحات البيت الأبيض مارس الماضي التي أشارت فيها إلى أن لديها أدلة تثبت أن هناك مباحثات بين كوريا الشمالية وروسيا حول تزويد موسكو بالأسلحة مقابل منتجات غذائية.